ونروح لسالح حامد ولقاء مع احد نجوم ان لم يكن نجم اللقاء الكابتن عمرو الجندي. اتفضل يا سالح. طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم واكيد بضيوفك الكبار في الاستوديو بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان، وطبعا من صاله الامير عبد الله الفيصل وبعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك في الجوله الرابعه من المرحله الترتيبيه لبطوله الدوري السوبر. يمكن زي ما انت قلت يا كابتن هيثم بالفعل يعني معايا واحد من نجوم المباراه النهارده، ومش بس المباراه يعني عامه نجم الفريق كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني ما شاء الله النهارده فايتر نقدر فايتر النهارده يعني كابتن عمرو طبعا اداء يعني قوي واداء متميز منك من كل لاعبي نادي الاهلي النهارده في لقاء الزمالك. اول حاجه شكرا قوي، الله يبارك فيك. الحمد لله كان مهم جدا الماتش النهارده نكسبه، ماتش طبعا ضد الزمالك بيبقى مهم جدا للجمهور وللعيبه. خسرنا الماتش اللي فات وكنا محتاجين نبين ان ده دي اوف، وكان لازم يكون لينا رد فعل قوي النهارده عشان نقدر نصلح جماهيرنا عن الماتش اللي فات، والحمد لله قدرنا نموت نفسنا. ابتدينا بدايه بطيئه شويه وخدوا ليد، بس قدرنا نكافح ونفضل مع بعض لحد الاخر لحد ما ربنا كرمنا الحمد لله خلصنا الماتش في الاخر. كابتن عمرو طبعا يمكن شايفين الروح ما بينكم وبين جميع لاعبي نادي الزمالك قبل وحتى اثناء المباراه، يعني شايفينك قبل المباراه بتسلم على كل لاعبي نادي الزمالك، كمان يعني قبل بدايه الكوارتر الرابع بتهزر يعني طبعا مع لاعب في نادي الزمالك كيجو، يعني في روح كبيره جدا وروح يعني حلوه ما بينكم وبين لاعبي نادي الزمالك. بالظبط، احنا اكيد في تنافس في الملعب بس احنا اخوات واصحاب بره الملعب. مصطفى كيجو وعمر هشام واحمد حاتم الفتره الاخيره كانوا موجودين معانا في المنتخب وكنا مع بعض يعني فتره كبيره طول الصيف. اكيد كل واحد في الملعب بيموت نفسه وعايز فريقه يكسب وجمهوره يفرح، بس في الاخر يعني ما احنا اخوات واصحاب يعني مفيش بينا اي مشاكل. بس وانا بقول لهم هارد لك النهارده عملوا ماتش كبير وبس. كابتن عمرو يمكن طبعا بعد مباراه مصر للتامين شفنا يمكن مستر اجاستي ايبوش يعني قرر انه يعني انتوا تواصلوا التدريبات بشكل طبيعي من غير راحه عشان تستعدوا بشكل قوي لمباراه الزمالك، ازاي ان شاء الله يا كابتن تستعدوا للمباريات القادمه يعني بعد مباراه النهارده؟ طبعا بعد ماتش التامين الكوتش اتكلم معانا واحنا كنا ماشيين فتره كبيره ما خسرناش. الراجل الصراحه عاملنا نفسيا كويس جدا وحضرنا كويس لماتش الزمالك، والحمد لله قدرنا النهارده نكسب. احنا بكره الثلاث بيبقى اجازه وعندنا اربع وخميس تمارين عشان عندنا الجزيره يوم الجمعه، وان شاء الله دلوقتي تفكيرنا خلاص يعني ماتش الزمالك اتقفل. في الماتشات دي بنلعب ماتشين في الاسبوع، دلوقتي بنفكر خلاص نفرح النهارده ومن بكره نبتدي نفكر في الجزيره ان شاء الله عشان نقدر نكسب الماتش الجاي. كابتن عمرو طبعا بتمنى لكم التوفيق الفتره الجايه ودايما تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. كابتن شكرا ليك وشكرا لكابتن الاهلي وكابتن هيثم، وان شاء الله نقدر نفرح جمهورنا على طول الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا ليك. ميرسي يا كابتن. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع واحد من نجوم مباراه اليوم زي ما حضرتك قلت، يعني النهارده مش بس يعني في مباراه النهارده يعني يمكن دايما طبعا عمرو الجندي واحد من نجوم الفريق، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا، واللقاء مع كابتن عمرو الجندي نجم اللقاء النهارده. يمكن هو تومسون تشاركه او تشارك نجوميه الماتش النهارده وتحمل عبء كثير النهارده خاصه في الناحيه الهجوميه.